الحباب السلام عليكم، اللهم صل وسلم على الحبيب المصطفى. هاد النهار مهم بالنسبة لينا، هنشدو الطريق إن شاء الله وهندوزو واحد الفيديو زوين وهنشرح لكم شحال من حاجة. مرحبا بكم. صباح الخيرات خوتكم فضيله والزوج عزيز والوليدات شادين الطريق. عندنا رونديفو مع 11 باش نشوفوا مول الدار والسيد اللي مكلف بالدار، بجوج ما نتلاقاو معاهم باش نتفاهموا على شحال من حاجه. نرحلوا ان شاء الله بعيده على بايون بساعتين ونص تاع المكانه، يعني هنبدلوا لا ريجيون كلها. نبدلو لا ريجيون كلها حباباتي. فقنا بكري الليله ما نعسناش لان كان الحس خون بزاف. اليوم راه صباح بريد، صباح غربي الحمد لله، وصبت الرعده من بدينا شادين الطريق. شدينا الطريق مع 7:15، شدينا الطريق مع 7:15 ليام حبيبي هو ناعس، الزوج العزيز وريان مشاو يشربوا قهيوه، ريان يشرب حليب بالشوكولات والزوج العزيز قهيوه. المهم ما نعسناش لان لابسه سبادريتي، زيت معايا شي العيبات ما مولفاش تلبس سبادريتي في الصيف بحال هكذا، ولكن اليوم لبستها لان لعيا الراجل راه نقد نسوق طوموبيلته، واخا ما تعجبنيش نسوق طوموبيلته تجيني كبيره. شي حاجه بغيت نقولها لكم، شي حاجه بغيت نقولها ونسيتها، المهم اللي تفكرت نعاود نقول لكم حمدنا كي ربي وشكرناك. المهم البنات انا متي من تكون اي هضره البنات حباباتي، احنا جينا نتغداو وهنعاود نتلاقاو مع مول لاجونس والبروبريتير باش نصنعوا على الوراق. المهم شناهم مع الصباح ودابا تغدينا، صرينا نتغداو وهنعاودوا نرجعوا نتلاقاو معاهم. تغدينا حباباتي، تغدينا جينا دابا لواحد البارك هي هذيك، عندنا رونديفو مع الثلاثه مع مول الشي والمدير تاع لاجونس باش نسنوا الوراق ونقادو. دزنا دابا قبل ما نجيو لهذا البارك دزنا الكوليج تاع ريان فين هيدخل، ومشينا شنا حبيبتي الجهه اللي هي يكون فيها تاع المدرسه تاع ليام، ولكن راه قريبه للدار تاع ليام، غير هو ليام عنده الحق يدخل مدرسة ولكن راه باقي ما نقيش، باقي ما بغيتش يحيد ليا الكوش. فوالا هادشي اللي كاين. هانت العروبية البنات باش نكونوا واضحين، العروبية العروبية والطبيعة وكلشي. المهم حمدنا كي ربي يشكرناك، الدنيا خاوية تصفر. الدنيا تصفر البنات، ما نكذبش عليكم، هاد البلاصة أنا كنت ساكنة فيها واحد الوقيتة، كنت ساكنة فيها دي قبل 10 سنين. أنا أصلا كما البنات اللي متبعين الأولاد ديجا قلت لهم بأنني مزوجة، مزوجة كنت مزوجة، جيت لاغيول، هاد البلاصة سميتها لاغيول، مزوجة يعني في لاميغي ما بين مغموند ولاغيول. فوالا هادي الدنيا تتصفر، الكالم والتيساع. ما سخيتش بايون ما نكذبش عليكم، ما سخيتش بايون بالبحر وبهداك الشيء، ولكن صراحة لله يا ربي تسمح لي رد قهرنا بالضيق، الضيق 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 كثير، الضيق كثير، والكرا غالي غالي غالي، ولو بغيتي تتزعمي زعماك من هنا لقدام تقولي المشرى ولا شي حاجه غالي، عرفتي المتر كاري شحال داير في بايون ولا في اونغليت في بياريتس، راه تتهضري بي راه غير 60 متر واصله 300 400 مليون، 300 400 مليون 600 متر. وتخيلي 50 متر 50 متر الجهه تاع بايون اونغليت وبياريتس باش تكريها دابا واصله تل 900 اورو، تخيلوها راه الحماق.
المهم احباباتي هادشي اللي كاين، غنقصو نسرحو شويه بما توصل ثلاثة ونمشو نسينيو الوريقات ونقادو المسائل، وهيبداو فريمون الاستعدادات على اساس اننا نعطو لاطاك باش سميتو باش نرحلو. القضية فيها الكاميو، القضية فيها الماء والضو والتفاهم، وباش يجي السيد مول البارتمان اللي ساكنين فيها خاصو نتفاهمو معاه على قبل نورمالمون خاصنا ان بريافي تاع 3 موا، ودابا حنا راه نعلمو غير على شهر. المهم بزاف الحوايج بزاف الحوايج، الحمد لله والله لله الحمد لله. حباباتي سنينة هنرجعو دابا هنرحلو في البداية تاع شهر 9، شدينا الطريق عينا، غدا نكمل معاكم الفيديو حباباتي. البنات رجعنا حباباتي، شوفوا سارين نصبغو تقريبا الدار كلها، شوفوا الدنيا كلها البنات مشقلبة، ها انتم الدنيا كلها مشقلبة، كل شي اختي مشقلبة. انتي تيصبغ مول الدار الزوج العزيز، ها انتم هادو حيدهم راه قال سري يصبغ. المهم تقريبا الدار كلها هي صباغة باش يردها مزيانة، هاكا هما عارفين مع الوليدات اللي دين. هادو عمرتهم من رجعنا، ها انتم هاد الكولوار كله سري صباغ فيه. المهم الدنيا مقربله وصافي، كلشي مقربل ولكن الحمد لله هادشي كله تا هو غيصبغو. حباباتي انا رجعت، انت تكوني باغا ترحلي تتبدي تخوي في الكونجيلاتور. كانت عندي واحد الحوته، كنا خدينا شي حوت من كنا مشينا للسبانيول، يا هذيك هاي الحوته خرجتها من الكونجيلاتور البارح، قطعت عليها شويه تاع الفلفله شويه تاع الثومه، هي هذيك ونديروها في لا بلانشا. المهم سمحوا لي شعري حالته، خرجت ولدي يلعب منها باش الزوج العزيز يجمع شي حوايج مع ولدو وريان. المهم حنايا معاونين، ما تخيلوش شحال تاع التمار، وحق الله العلي العظيم شحال تاع التمار نفعوني هاد الكعك اللي صيفطتو لي اختي الله يعطيها الخير. تنديرو مع كويس تاع اتاي مع الصباح، تندير بريريد وتنشربو باش، لان الغدا دابا كلشي ولا معطل، الغدا معطل، الفطور معطل، كلشي معطل. المهم الحمد لله هادشي اللي كاين غنوريكم، انا غنطيبوها في الباربيكيو، تجي فن تجي فن حبيباتي. ايوا حنا غاديين نتقدم، تشوفوا واحد الجبل اليوم كاين واحد الجبل تاع هاي. المهم الباربيكيو ها هو صايب هاد الزوج العزيز، شوفوا البنات جبل جبل حبيباتي. حنا تنسدفو تنحطو هادشي اللي كاين، وفي نفس الوقت راه تنصبغو في الدار، لان الدار خاصها ترجع كيما كانت، ما ممكنش نعطوها للناس هكذاك، خاصنا نقادوها. والحيوط مع ولدي الصغير، كان ولدي الصغير وحنايا تكوني دايزه تاع الدار بشي حيطه تجرحي ولا شي حاجه، خاص كلشي يرجع لبلاصتو. والحمد لله حنايا تنوجدوا كما قلت لكم في الغدا. ها انت درت حبيبتي، درت هذا الخير، ها هو وغنحل الحوته ضروري، خاصنا نخوي الكونجيلاتور، يعني اي حاجه في الكونجيلاتور ضروري نخوها، ما بقيناش مؤخرا تنتقدوا بزاف، هذاك الشيء اللي عندنا خاصنا نبداو نخوه فيه على قبل الثقل. ها انت اختي شوفي ما خبينا عليك حتى شي حاجه، ها هي الحوته هكذا، وهنشدوها التيمولات الخير ها هي، وهنحطوها. ها انت حمدناك يا ربي، شكرناك، الله يدومها نعمه، الله يدومها نعمه علينا وليكم. ها انت ها هي اختي تجي بنينه وتجي رائعه، ومن تدوري هنا هادشي تيخلعك وتقولي الحمد لله حياه جديده وحويجات جايين ان شاء الله باذن الله زوينين، نبدلوا عتبه بالخير والسلامه.